السلام عليكم. تجربتنا هذا اليوم هي calculate the specific heat for solid material، إيجاد الحرارة النوعية لجسم صلب. طبعا الجسم الصلب اللي أتكلم عنه هذا الجسم الصلب مثل ما تلاحظوا أمامكم، إيجاد الحرارة النوعية هو قانون إيجاد الحرارة النوعية، وبشكل عام قانون الطاقة الحرارية Q يساوي لي M C دلتا T. Q معناتها الطاقة الحرارية، M الكتلة للجسم، C الحرارة النوعية للجسم اللي أنا أوجده، دلتا T الاختلاف في درجات الحرارة، يعني درجة حرارة نهائية ناقص درجة حرارة ابتدائية. المطلوب مني إيجاد الحرارة النوعية، هذا الرمز. طيب، فبالتالي الجسم ممكن أوجد كتلته، معلومة درجة الحرارة ممكن أستخدم محرار وأوجده، يبقى عندي Q مجهولة ما أقدر أوجده، يعني ما عندي فرد جهاز يقيس لي كمية الطاقة الحرارية. فمعناته أنا راح أستخدم قانون اللي هو كمية الحرارة المفقودة تساوي كمية الحرارة المكتسبة، يعني راح نقول Q lost يساوي Q gain. بس انتبه أنه الجسم اللي يفقد حرارة الإشارة ماله تكون سالبة. طيب أشنو اللي أريد أعمله؟ اللي أريد أعمله أنه هذا الجسم عندي الصغير راح أسخن درجة حرارته إلى درجة حرارة 90 مثلا، وبعدين أحوله إلى المسعر الحراري. المسعر الحراري من شنو متكون؟ متكون من مثل ما تلاحظون إناء من النحاس معزول بإناء خارجي حتى الجسم ما يفقد درجة الحرارة، وراح أضع بداخل هذا المسعر راح أضع كمية من الماء، كمية من الماء محسوبة. وهذا الجسم بعد ما أسخن درجة حرارته وأوصله إلى 90 مثلا أو 85 أو 100 مثلا، أحول هذا الجسم بداخل المسعر والماء اللي بداخله. طبعا أكيد هذا الجسم راح يفقد حرارة، فراح يصير هو الكيو لوست الفاقد، والماء اللي موجود داخل المسعر والمسعر نفسه هم راح يكتسبون الحرارة. معناته انه انا هذا القانون راح اطبقه للجسم، راح اسميه سامبل. فمعناته راح اقول كيو سامبل هو ام سامبل سي سامبل والدلتا تي للسامبل. هذا بالنسبة للجسم. أحتاج نفس القانون للماء والمسعر لأنها يكتسبون، فمعناتها راح أقول Q للوتر يساوي لـ M للوتر، C للوتر، والدلتا T أيضا للوتر، ونفس الكلام ينطبق للمسعر لأنه أيضا راح يكتسب، فأقول M C والسعة الحرارية للمسعر والاختلاف في درجة الحرارة للمسعر. الآن أجي أطبق هذا القانون مالي، قلنا من اللي يفقد من اللي يكتسب؟ الجسم اللي راح يفقد درجة الحرارة، والماء والمسعر راح يكتسبون. معناته هذا القانون ما راح يصير كيو اس، وما انسى الاشاره السالبه، يساوي كيو ووتر زائدا كيو المسعر. اعوض بدل كل رمز بالمعادله مالته، معناته راح يصير عندي ام اس سي اس دلتا تي اس يساوي ام الوتر C للوتر والدلتا T للوتر زائدا M للمسعر والسعة الحرارية للمسعر والدلتا T للمسعر. أحتاج أنا كل الموضوع اللي أحتاجه، أحتاج أوجد إيه هذا، نفس الرمز اللي تكلمت عنه قبل شوية، واضح؟ فأحتاج أوجد إيه هذا المجهول. كيف أوجده؟ لازم أوفر كل هاي المعطيات حتى أحسب قيمته، فأجي على كل جزء منهم راح أحاول أكتبهم وأفهمكم إيش معناته. الـ MS هو الكتلة مال هذا الجسم الصغير، والكتلة نحن وجدناها قسناها بالميزان الإلكتروني هي 4.7 غرام. بعدش عندي دلتا T، هسه راح نجي نتكلم عنها. دلتا T هي الاختلاف في درجة الحرارة، يعني درجة الحرارة النهائية ناقص درجة الحرارة البدائية. طبعا هذا راح نبدا بدرجه حرارته 90، اسخنه الى انه يصل درجه حرارته 90، بعدين راح اضعه بداخل المسعر والماء اللي بداخله، فايش اتوقع ايش راح يصير؟ راح تنخفض درجه حرارته. فمعناته ايش راح اقول؟ الدرجه الحراره النهائيه مع المزيج، يعني مع هذا الجسم مع الماء مع المسعر، ناقصا الدرجه الحراره مالته اللي راح اوصله لل 90. فمعناته راح يصير عندي التي ماكس اقصد بها درجة حرارة المزيج، والتي اس اقصد بها درجة حرارة هذا الجسم بعد ما راح اسخنه. هذا ولا احتاج انه اوجده. معناته تي ام مثل ما ذكرنا انه هي تمثل درجة حرارة المزيج،
والتي اس تمثل درجة حرارة هذا الجسم. راح نوجد كل واحد منهم، نجي نكمل باقي المعادلة نشوف وش المعطيات اللي راح احتاجها. عندي الكتلة مال ووتر، الكتلة مال ووتر انا راح اقيسها. كيف راح اقيسها؟ انا عندي هذا الكيكر، اخلي بداخله ماء، طبعا تلاحظون المدرج بالملي لتر، يعني اقصى حد 150 ملي لتر، واضح؟ فانا راح اخلي ماء بداخله. طبعا انا يعني لي مطلق الحريه اجي استخدم كميه ماء، انا راح اوصله تقريبا الى 50. نلاحظ المؤشر يقرا عند 50. اضع هذا الماء، وين اضعه؟ اضعه خلال المسار، واسجل قيمه الماء ما انسى 50. طبعا راح تسالون، انا راح اكتب غرام، راح تسالون تقولون انتم قست بالملي لتر، معناته وحده حجم، وانت عوضت هنا كوحدة كتلة وعوضت غرام. هذا راح يكون واجب عليكم انه تحولون من الملي لتر، يعني 50 ملي لتر، توجدون من خلاله الماس مع الماء، الكتلة مع الماء. طيب راح نكمل. السي مع الوتر هي واحد، والدلتا تي مع الوتر ايضا احتاج ان افصل الدلتا تي مع الوتر. الدلتا تي مع الوتر هي تي ناقصا تي، اريد نعرف شنو هي تي مع المزيج ناقصا تي مع الوتر. تي مع المزيج يعني الدرجة الحرارة النهائية اللي راح تحصل لهذا الجسم مع الماء مع المسعر نفس المزيج، ناقصا تي مع الوتر مع درجة حرارة الماء هسه حاليا قبل ما انه اضع اي جسم داخل، يعني خلينا نقول درجة حرارته بهاي الحالة. فراح احتاج انه اوجد كل واحد منهم. تي ماكس قلنا هي نفسها، وتي مع الوتر هسه نحسبها ونشوف شو قيمتها. نكمل. بقى عندي الـ MC، ايش معناته MC؟ يعني الكتلة مال المسعر، معناته ياهو إيه هذا فقط، هذا ما له شغل، هذا فقط عازل، وضعنا بيناتهم فلين، فقط هذا الداخل، هذا الكتلة ماله نحن قسناها بالميزان الإلكتروني، فكانت قيمتها 80 غرام، يعني معلومة قيمته. طيب الـ C للمسعر اللي هو مادة نحاسية، قيمته 0.91. ايضا قيمة ثابتة. ايضا اجي على دلتا تي مع المسعر، فبالتالي دلتا تي هي عبارة عن الدرجة النهائية ناقصا الدرجة الاولية. فتلاحظون انه الماكس المزيج هي دائما نهائية لكلتهم. طيب اذا تي ماكس هي نفسها راح تكون، وتي مع المسعر اللي هي درجة حرارة نفسها مع الماء، ليش؟ لان اثنيناتهم، لان الماء تلاحظوه والمسعر متصلين مع بعض، فدرجة حرارتهم متساوية الآن. فأحتاج أنه قبل ما أبلش بالتجربة أنه أوجد درجة حرارة الماء. طبعاً راح أضع يعني هذا الغطاء أحتاج، وهذا أحتاج بس حتى أحرك الماء. فبالتالي بهذا الشكل، وأنا عندي المحرار. أقيس من خلاله درجة حرارة الماء. فنلاحظ يقرأ لي درجة حرارة تقريبا 22. فمعناتها تي مال من هذه مال ووتر 22 الوحدة سيليزي. ونفس اللحظة هي تي مال من؟ مال مسعر، لأن الماء والمسعر مع بعض متصلين. فالآن مثل ما تكلمنا عندي درجة حرارة الماء وعندي درجة حرارة المسعر نفس الدرجة، لأن اثنيناتهم متصلين مع بعض مثل ما تكلمنا. أحتاج أوجد درجة حرارة المزيج، وأحتاج أوجد درجة حرارة الجسم اللي هي سميناها تي اس. طيب الجسم كيف راح أسخنه هذا الجسم؟ يسأل سائل، هذا الجسم كيف ممكن أسخنه؟ هل أخليه فوق هيتر مثلا أسخنه؟ طبعا إذا خليته فوق هيتر يسخن، بس ما عندي جهاز يقيس لي درجة حرارته باتصال مباشر، فماذا راح أخليه أنا يسموه حمام مائي، يعني أخليه ضمن حوض من الماء وأسخن الماء هيتر، أشغل بشكل طبيعي بحيث لما الماء يغلي، طبعا ما يكمل الماء يغلي نحن راح نكمل باقي حساباتنا هنا، نجي نشوف شنو نعوض الأرقام الموجودة ونجي نجيك. ننتبه على ملاحظة بسيطة بس، أنا بلغتكم ونبهتكم على أنه عندي الطاقة أو الجسم اللي يفقد درجة حرارة تكون إشارته سالبة، فأنا حتى أتخلص من هالإشارة السالبة أنا راح أغير
بالتغير بدرجه الحراره مع الاتوم. يعني ايش اللي راح اعمله؟ مثل ما تلاحظون هنا، يعني حقل بدل بالعكس راح اسوي تي اس ناقصا تي ام. ليش؟ حتى تكون اشاره سالبه، مع هاي الاشاره السالبه راح تروح. واضح؟ يعني راح تلاحظون بالملزمه مكتوب بهذا الشكل. ليش؟ على مود اتخلص من هاي الاشاره السالبه. فالان اجي اكتب المعادله مالي، خلينا نقول بشكل كامل، معناتها عندي الام اس سي اس الدلتا اس راح اسويها بشكل قوس، واحسب القيم مالتي تي اس اللي هي انا المفروض انتظر هذا الماء لما يصير الى 90، فانا حسجل 90. اوكي؟ التي مال المزيج ما اعرفه، راح اتركها مثل ما هي، يساوي الان اضبط بهذا القانون يعني. الام مال ووتر، الام مال ووتر نحن تكلمنا عنه وذكرنا قيمتها معلومه عندي. فكانت عندي الكتله مال الماء هذه، لحظه امامكم، معناتها عندي 50 في السعة الحرارية مع الماء أيضا ذكرتها هي 1 في، وأفتح قوس، قلنا من أجي أفتح قوس أجي أحسب من الماء المزيج ناقصا الوتر، المزيج ما أعرفه أيضا مجهولة، الوتر معلومة عندي هسه قسناها قبل شوية، ذكرت لكم أنه قيمته 22، فمعناتها هاي معلومة. تمام؟ هاي انتهينا الماء، نجي على المسعر، الإم للمسعر، الكتلة معلومة معلومة. يعني على عوض القانون في السعة الحرارية ماله في الدلتا تي ماله أيضا درجة حرارة المزيج اللي يعني ما أعرف جد راح نشوفها ناقصا درجة حرارته هي نفسها درجة حرارة الماء. وأيضا ليش ده نفس درجة حرارة الماء؟ لأن هو والماء متصلين مع بعض، لأن الماء بداخله، فمعناتها راح أقول ناقص 22. فالآن تلاحظون المعادلة مالي يعني طبعا الكتلة الـ M S معلومة قيمتها ذكرت لكم هي 4.7، معناتها عندي بس هذا المجهول، فبالتالي أجي أكتب القانون بشكل مبسط، قيمة الـ M S معلومة هي 4.7 في اللي هو 90 ناقصا تي ماكس مال المزيج ما أعرف جد، والفوق أنزل الأرقام 50 في 1 في عندي هذه الكمية ممكن أطلعها عامل مشترك لأن هي نفسها، فعادي بكل سهولة أطلعها عامل مشترك، راح يصير عندي هاي راح أحسب لي زائد على اعتبار راح أطلع عامل مشترك اللي هو ناقص 22 عفوا 22 هذولا عامل مشترك، فيبقى عندي هنا 80 في 0.81. فتلاحظون المعادلة مالي جاهزة، بس أحتاج درجة حرارة المزيج، أنا أنتظر لما يصل درجة حرارة 90 وأطفي، أجي أخلي المحراب وأقيس درجة الحرارة ماله لما يكون 90، من يسخن الماء معناته راح يسخن القطعة معاه، واضح؟ معناته القطعة صار درجة حرارتها 90، طبعا الحرارة النوعية لها استخدامات كثيرة بالجانب الطبي وأيضا بالدهولة، يعني من ضمن المناقشات تكون هذا الشيء. تقريبا الآن وصل لي 90، راح أطفي الهيتر وأجي أحول القطعة مالتي داخل المسار. لما أحوله مباشرة أحرك المزيج بهاي القطعة وأخلي المحرار حتى يقيس درجة حرارة المزيج النهائية.
واحركه حتى يصير امتزاج بين درجه حراره الماء مع درجه حراره القطعه. طبعا اكيد القطعه درجه حرارتها 90 فراح تفقد درجه حراره. من راح يكتسبها؟ راح يكتسبها الماء اللي موجود بالداخل مع المساحه. فنجي نقرا تقريبا 23، معناتها حصلنا على تي ماكس هي 23. هذا كانت 90 مع الانسانه، 20 23 وايضا 20 23. فالقانون بقى عندي فقط انزل 23 20 23. فالان مجرد حسابات فقط، ما ظل عندي اي شيء اخر. نجي الان نجري الحسابات. مثل ما تلاحظون امامكم راح ابدا يعني بالمقام. طبعا نقول 90 ناقصا 20 23 طلع الفرق، اضربه في 4.7 فطلع عندي المقام 314.9. نيجي الان على البسط، راح ابدا يعني بهذا الجزء، يعني اكمل الاجزاء اللي داخل القوس بعدين اطلع خارج القوس. فراح نقول 0.91 في 80 طلع عندي هذا المقدار، زائد 50 طلع هذا المقدار، في 23 ناقص 22 واحد، طبعا نفس القيمة يعني ما راح تأثر شيء، راح يطلع عندي 122.8. هذا المقدار أقسمه على المقدار اللي جوا 314.9، فنلاحظ تطلع عندي القيمة 0.38. والوحدة جدا مهمة انه هي ممكن بالجول وممكن بالكولاري، لكن نحن بالنسبة لنا الوحدة مالنا هي كولاري لكل الغرام سارة. من جبنا هاي الوحدة؟ هاي أيضا نشتقى من القانون، ممكن من القانون معنا هذا، ممكن من القانون الأولي يصير بحيث نوجد الوحدة مال الحرارة النوعية لهذا الجسم الصلب الصغير اللي وضعناه بداخل التيوب. التجربة انتهت. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ممكن تكتبونا أو بالمختبر إن شاء الله تسألونا، ونحن جاهزين لكل أسئلتكم. شكرا جزيلا.